غديوة سهلة مهلة بساندويتشات ديال الدجاج بالفلفلة وسلطة. كناخد مقلة كندير فيها زويتة وكندير فيها الثومة زبور ومعدنوس وكنشحر فيها صدر ديال الدجاج، نزيد مليحة كمون إبزار تحميرة الفلفل الحار وسكينجبير ونزيد نشحرو حتى كيطيب. كنزيد له الفلفله من بعد ونزيد نحركو شي شويه. كناخذ الخبز ديال الطورتيه وكنست فيه الدجاج الخس مطيشه مجففه الفرماج وكنلف بهذا الشكل. هذيك الزويته اللي كتكون باقا كندهن بها وندخلهم في الفران يتحمروا. شلاضه غندير الخس، غندير فيه شويه الملحه شويه ديال الحامض وشويه ديال الزيت البلديه، غندير مطيشه سوريز وغندير القرعه الخضراء والتنجال صوتي غير مع مليحه وزويته بلديه، وغندير معاهم فلفله حمراء وغادي ندير شامبينيون حتى هو صوتي، البيض شويه الفرماج وقشور ديال الفلفله محمرين في الفران، وفي الاخير كندير صلصه بيستو كنقدمه بصحه وراحه. غديوة سهلة مهلة بساندويتشات ديال الدجاج بالفلفلة وسلطة. كناخد مقلة كندير فيها زويتة وكندير فيها الثومة زبور ومعدنوس وكنشحر فيها صدر ديال الدجاج، نزيد مليحة كمون إبزار تحميرة الفلفل الحار وسكينجبير ونزيد نشحرو حتى كيطيب. كنزيد له الفلفلة من بعد ونزيد نحركو شي شوية. كناخد الخبز ديال الطورتية وكنست فيه الدجاج الخس مطيشة مجففة الفرماج وكنلف بهذا الشكل. هذيك الزويته اللي كتكون باقا كندهن بها وندخلهم في الفران يتحمروا. شلاضه غندير الخس، غندير فيه شويه الملحه شويه ديال الحامض وشويه ديال الزيت البلديه، غندير مطيشه سوريز وغندير القرعه الخضراء والتنجال صوتي غير مع مليحه وزويته بلديه، وغندير معاهم فلفله حمراء وغادي ندير شامبينيون حتى هو صوتي، البيض شويه الفرماج والقشور ديال الفلفله محمرين في الفران، وفي الاخير كندير صلصه بيستو كنقدمه بصحة وراحة.